نبي آدم عليه السلام وآبه بن آدم كا إيو نبيجي اوغو هرييي او أبو ري إيبه آدم عليه السلام وحا أوليه مهيمة دوين أو كسابسن دينت إسلام كا ما دام او يهي قفكي اوغو هرييي لو أبو ري إن او نغضو قليفو أما هقامي كنول لولكا هل كاننا وحان كشرح دوننا سؤال واوين أو لحريرا أبو رست آدم عليه السلام سببت إيبه او أبو ري آدم روبو محا كاليجي إساقا مدقارا إيو محيطا هاي حكمة دا كجرتا أبو رستيسا أبو رستا نبي آدم عليه السلام إيبه وحا او كا أبو ري نبي آدم روبو أما عرا لو سميي تاب قارا قرآن كريمك إي أحاديثي صحيح دا أيا إنو شايقي إن إيبه او روبا دا كسميي قاب بن آدين كدبنا كو أفوفي روح ديسا سيداسنا او كو أبو ري نبي آدم ملائكتا الله أيه ويدين سببتا او أبو ريو خليفة عصب اونا كنو لادا لولكا كوا سوفا سهادين دونا كنا دادين دونا ديگا إيغو شيغي ملائكتا إن أيهين كوا أتسبيح سادا ألي سيدو كلانا ألهوفا ألي وحا أوغو جوابي إني أعلم ما لا تعلمون وحان أغهي وحانا إذنك أغين إنت لغو قدجرو أبو رست آدم إيبو وحا أوبري نبي آدم عليه السلام مقعياد إيو والحاها أوران مركا أيو إيبي امتحاني ملائكتي إسوغو ويدي إن أي شيغان مقعياد والحاها أورولك لغو استعمال أوران كما إيسن جوابين ملائكتي وحا أينا دهن الله حمان أوران آيات كنا زهانتهاي علمي مليهن أناغا وحا تأذيقنا برتاي موياني وحا أينا قرتين أو أي خيرين أقون تحديدن إليهن ملائكتا مركز أيو إيبي أمر كبحيي إنو نبي آدم عليه السلام أشيغو مقعيادا نبي آدن واو أشيغي دمان مقعيادو دي كدب ألا ملائكتي أيو كويري ميانان إذين شيغن إنان أغهي وحادن إذين كأغين ميانان إذين شيغن إنان أغهي وحيابها علم قيبك أه أو دولك إيسمد كدحجرة تنين وحا أي موجينيسا سرين تا أورست نبي آدم إيدورك أوليها أقونتا إي حكمدا لغو كردية بن آدم كا دب ألا مركي أو أبو ري نبي آدم أي أو براي وحوالبا أي نقران وايين ملائكتي تو ألا كويري ملائكتي أو سجود آدم رمان تو دواي سجودين ملائكتي مرك لغره و إبليس إبليس وحو ديدا إن أو سجود آدم مركي أي بكو أمري ملائكتي إن أي سجودان أين سجودين إبليس أو كميت لها جينيادة أو كسوبحي ملائكتا وحا او درامي كبير إيو إسلويني وحا او نقو دوضي إن او كأبورين يهدب هالك آدن نلقا أبوري دوابو سيداس دراد ديدنو او إساقا كسرعيو ديد مديس إي كبير كيسا أو غيدا إيبا وا او كو عنانتي إبليس وحا ندوش الله ساري عذاب إي نعلت ماركي او إبليس او غادي إن او لومي وحا او بلانكو خادي إن او مارين هبابين دون عرورة نبي آدم عليه السلام إلا مالين تقيامو تانين وحا أي إهد ميت كميده بلمدي شيدانك أو أي كبلاوتي عذاب دا او دحيسا بني آدم كإي شيدانك بلان تاس كدب نبي آدم يحاو حالة جيي جاندا وحانا لغو عمري إن أي كورا حستان جاندا إيوغو كفوغانا يو جيت بليسنا وحا او سيري نبي آدم إيحابو إساقو كاليغي إن أي عنان ميره جيتكي لغريباي أي جاندا marka ay cuneen geedka waxa ay ogaadeen qaladkooda waa ayna ka qoomameeyeen tani waxa ay muujinaysaa doorka sheeydaanka ee dhibaatooyinka ku keenay aadan iyo xaabo iyo sida uu ugu dadaalay inuu qiyaano oo hoos u dhigo dadka kadib qaladkii ay galeen nabi aadam iyo xaabo waxa loo soo dejiyay dhulka si ay ugu noolaadaan nolol cusub oo ku saleysan tijaabo iyo imtixaan nabi aadam iyo xaabo waxa ay u toobad keenay eebe eebana waa uu ka aqbalay toobadoodii waana la cafiyay noloshoodii dhulka waxa ay ku bilaabatay duruf cusub halkaasii oo ay ka heleen nolol cusub oo leh shaqo waajibaad iyo caqabado waxaana la faray inay daryeelaan dhulka uguna shaqeeyaan oo ugu noolaadaan barwaaqo si aanay mar kale ugu xad gudbin amarada eebe kadib markii ay dhulka yimaadeen nabi aadam iyo xaabo waxa ay dhiseen qoys waxa ayna heleen caruur badan waxa ayna dhaleen caruur ka dhacshay dhulka oo sii tarmaayay oo noqday bini aadamka maanta jooga haddaba maxaan ka baranay qisadii nabi aadam maxayna na tusineysaa qisadii nabi aadam waxa ayna baraysaa afar shay mid koowaad toobadkeenka iyo samirka nabi aadam iyo xaabo waxa ay sameeyeen dambi laakiin waxa ay ogaadeen qaladkooda waa ayna ka toobadkeenen eebana waxa uuna barayaa sida uu u yahay dambi dhaaf badane iyo naxariis badane oo diyaar waxa uu u yahay in uu cafiyo kuwa u toobadkeena qisada nabi aadam waxaan kaloo ka baraneynaa oo lambarka labaad inoo ah dulqaadka iyo imtixaanka
dhulka waxaa loo abuurey imtixaan iyo tijaabo qof walba oo bini aadam ahna waxaa lagu tijaabin doonaa waxyaabo kala duwan nabi aadam calayhi salaam wuxuu ino yahay tusaale ku saabsan dulqaadka iyo samirka lagu wajahayo dhibaatooyinka oo dhan qisadii nabi aadam waxaan kaloon ka baran karnaa oo lambar 3 ino ah aqoonta iyo fahamka aqoonteen iyo fahamkeena waa waxa naga dhigaya khalifooyinka dhulka waxaan wax ka baraneena sida ay muhiim u tahay in aan ku dadaalno cilmiga aqliga iyo fahamka wanaagsan sidoo kale qisadii nabi aadam waxaan ka baraneena oo lambarka 4 inoo ugu jiro cadaawada sheeydaanka qisada waxa ayna tusinaysaa cadaawada sheeydaanka oo mar walba diyaar u ah inuu na qiyaameeyo waa inaan taxadirno oo aan joogteeno xiriirkeena inaga iyo eebe inoo dhaxeeyo si aan uga hortagno sharta sheeydaanka